الآن كلمة دولة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية يلقيها نيابة عنه معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسل الله أجمعين. فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، السادة الوزراء والعلماء والمفتون والنواب، الحضور الكريم، يسرني ابتداء أن أنقل لحضراتكم جميعا تحياتي وتقدير معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وترحيبه بضيوف مصر الكرام وتمنياته لهذا المؤتمر بكل التوفيق. وإنني إذ أحيي موضوع المؤتمر الإضاءة الحضارية للخلاف الفقهي، فإنني أؤكد أن إضاءة الحوار الحضاري أو أي إجراء إفتائي أو فقهي أو فكري أو دعوي معاصر لا بد أن يضع في اعتباره طبيعة المرحلة وما تقتضيه ظروف العصر ومستجداته، ومن أهمها الانتقال من فقه ما قبل الدولة الحديثة إلى فقه ما بعد الدولة الحديثة، واضعين في الاعتبار كل ما تقتضيه مصالح الأوطان في ظل المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية، حتى لا تصدر بعض الآراء أو الفتاوى التي تتصادم مع القوانين الدولية فتضع دولنا أو دولها بين خيارين أحلاهما مر كما يقولون، إما أن تصطدم مع المؤسسات والمنظمات والاتفاقيات والقوانين الدولية، وإما أن تواجه تهمة معاداة شرع الله عز وجل. وإذا كان علماء السياسة والعمران يؤكدون قبل عصر الدولة الحديثة أن الدولة تقوم على ثلاث مقومات هي الأرض والشعب والسلطة الحاكمة، فإن عصر ما بعد الدولة الحديثة أضاف بعدا قانونيا هاما لا غنى عنه لتصبح الدولة دولة، وهو الاعتراف الدولي وفق معايير القانون الدولي، إذ لا يمكن لدولة ما في عالم اليوم أن تبني نظامها بمعزل عن المعاهدات والاتفاقيات والأنظمة الدولية. وعلينا أن نفرق بوضوح بين دولة الأغلبية القديمة، علينا أيضا أن نفرق بوضوح بين دولة الأغلبية القديمة والدولة الوطنية الحديثة، متجاوزين مصطلح الأقلية والأكثرية إلى مصطلح الدولة الوطنية، مع إعادة قراءة بعض جوانب تراثنا الفقهي والفكري في ضوء ما يقتضيه بناء الدولة المعاصرة، دولة المواطنة المتكافئة دون تمييز بين أبنائها على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة. كما علينا أيضا أن نتخلص من نظريات فقه الجماعة، فقه الجماعات المتطرفة بأيديولوجياتها النفعية الضيقة
التي تأتي فيها مصلحة الجماعة فوق مصلحة الدولة، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة. وشاهدنا ونشاهد في أيامنا هذه من أعاد دعوى الجاهلية المقيتة تحت شعار أنصى أخاك ظالما أو مظلوما وفق شريعة الغاب التي تعتنقها هذه الجماعات الأهابية والمتطرفة، فتتناصر لا على العدل ولا على الحق، وإنما على الولاء التنظيمي، معلية مصلحة الجماعة فوق كل اعتبار ولو سوغت بذلك للقتل والاعتداء على الآخرين. وهو ما نراه واقعا مرا ماثلا أمام أعيننا في واقعنا الراهن الحالي، مما يتطلب منا جميعا العمل الجاد على التخلص من فقه هذه الجماعات المشوه للإسلام وصفحته النقية، بتفنيد هذه الضلالات وهذه الأباطيل وتلك الشبه التي تبني عليها الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة أيديولوجيتها المدمرة. بأن نتجاوز ذلك، نتجاوز فقه الجماعة النفعي المقيت إلى فقه بناء الدولة بكل ما تعنيه كلمة بناء الدول من معان. فإدارة الدولة فضلا عن بنائها ليست عملية سهلة، إنما هي عملية شاقة شديدة التعقيد، تحتاج إلى خبرات تراكمية كبيرة وإرادة صلبة وعمل دؤوب ورؤية ثاقبة في مختلف المجالات والاتجاهات التي تعزز قوة الدولة الوطنية والحفاظ على أمنها واستقرارها. مما يحتم علينا جميعا مفتينا وعلماء دين ومفكرين، ولا سيما من يتولى زمام المسؤولية العامة أو يتصدر للحديث في الشأن العام، الإلمام الكافي بالتحديات المعاصرة وما يتطلبه فقه بناء الدول من أدوات، فإن تجاوز الواقع أو تجاهله أمر جد خطير. وأؤمل أن يسفر هذا المؤتمر الجامع لخيرة علماء الأمة والعالم عن توصيات تسهم في معالجة واقعنا الراهن وأزماته الآنية، وتعلي كلمة الحق فوق كلمة كل الجماعات الإرهابية المتطرفة، بما يسهم في معالجة واقعنا الراهن أو ينير على أقل تقدير طريق الباحثين عن الحق مع تمييزه من الباطل، وإن تسطر الباطل بألف غطاء وغطاء فواجبنا كشف أهل الباطل ودعم أهل الحق، وواجبنا قولة حق فيما يتصل بأزمات واقعنا الراهن نلقى الله بها مطمئنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.